ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال. بس تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك على القناه، وبص بص على خامات ويب، ان شاء الله تلاقي حاجه مفيده. يعني هنتكلم النهارده في حاجه اسمها consistent type error for internal functions. من الحاجات اللي مستفزه قوي في البي اتش بي ان هو كان بيبقى فيه internal errors جوه الفانكشنز بتاعت البي اتش بي نفسها اللي بيلت ان جوه البي اتش بي، وكانت الفانكشن ما بتشتغلش. بس هو كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع لك وورنينج كده ويقول لك في مشكله في الفانكشن دي وخلاص، ويسيبك كده في الصحراء ويكمل اكسكيوشن. يعني كانت المشكله اوقات بيكمل اكسكيوشن عادي. دلوقتي لا، بيعمل لك فات الايرور وبقى يستوب الاكسكيوشن، وبقى يعني هندل الموضوع بتاع الايرور او الايرورز اللي بتحصل جوه الفانكشنز بتاعتهم. يعني بيرمي اكسبشنز، معظم الحاجات بيعمل اكسبشنز دلوقتي وبيعمل فات الايرور. يعني طيب تعالوا نبص بص عشان تفهموا اكتر الموضوع عامل ازاي. في فانكشن اسمها strlen. strlen دي وظيفتها ان انت تديها سترنج تقول لك رقم كام او عدد الحروف بتاعته كام. يعني مثلا قلنا ايكو strlen بالشكل ده، واديها اي سترنج هاي او مثلا. طب هو تقول له رن، احنا في اتش بي 8، خلي بس نخلي في اتش بي 7 دلوقتي. قلت له رن، هيقول لك العدد الحروف الكاركترز 6. تمام. طيب تخيل مثلا انا جيت هنا قلت له، رحت مديله هنا مثلا اديله اري بدل سترينج. طب جيت هنا قلت له ران، راح مديك وورن. تمام. طيب لو انا جيت هنا بعد الـ بعد بعد الفانكشن دي قلت له ايكو اي حاجه، بص هنا ماي نيم از عبد العزيز مثلا، حسن، وقلت له ران تاني، لو عادي ان هو رمى لك الورننج اهو. تمام. وبعد كده راح مكمل لك، قال لك ماي نيم از عدي حسن، يعني ولا الدموع. تمام. طبعا ده كان بيسبب مشاكل كتير. طيب المهم في بي اتش بي 8 لا، هو الموضوع مختلف، بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك اكسبشن. اكسبشن فهو هنا لو جينا هنا حولنا دي ل 8 بي اتش بي 8، قلت له ران، بصوا فات الايرور. تمام. هو طبعا الرساله كمان اختلفت وقال لك ان argument 1 محتاج to be string array given. تمام. بس هو هنا كمان ما كملش، يعني ما كملش execution، هو عمل لك فات الايرور، عمل لك exception كده خلاص مش هينفع انفذ اي حاجه ثانيه بعدين. تمام. فهو دلوقتي بيقول لك ان معظم البيلت ان فانكشنز جوه البي اتش بي بقت ماشيه بنفس السيمتريك ده، consistence، يعني عملوا consistence بين التايب ايرور اللي بتحصل جوه البي اتش بي، خلاهم كلهم شبه بعض. يعني الاخر كونسيستنس دي اللي هي متشابهين في الاكسبشنز، يعني او كلهم بقوا اكسبشنز من الاخر. تمام. على عكس زمان. بس ده كان بالنسبه لي التطور اللي حصل فيه الحته بتاعت الاكسبشنز اللي تحصل في البي اتش بي. اشوفكم الدرس الجاي. سلام.